أداة لفظ في الـ Compound Objects. هنا بنحتاج 2D Shapes، مسار كده مثلا وشكل تاني ده مثلا. هنلاحظ ان لفظ اتفعلت، هنلاقي البارامترز بتاعتها get pass ولا get shape. انا عندي ده الـ pass وده الـ shape مثلا، انا ماسكه الشيب يبقى هعرف المسار كده. ده كده فكرة اللوفت. move copy instant، هنا هيعمل copy كده من الشيب ده اللي هو الباث، ودي هياخدها نفسها ويمسح السورس، ودي هتكون انستنس. اي تغيير في السورس هيتغير في اللوفت. هتلاقي بارامترز تانية هنا، surface parameters، smooth length، F4، هيعمل smooth للباس واللوفت كله. دي الخطوط الطولية ودي العرضية، بس ما فيش هنا خطوط عرضية. هنا دي تبع الماتيريال لسه، وده شكل الاوتبوت. skin parameters، عندنا cap لأوله هنا وهنا end دي، وفي شوية options تانية. دي shape steps بيزود smooth الشيب نفسه، وده بيزود ال segments الموجودة في المسار نفسه. click يمين هنا هينزل لأقل قيمة اللي هي الصفر. Optimize Shape بيحسن شكل اللوفت مع المحافظة على حجم الفايل، وده بيكون كويس عشان الفايل ما يبقاش تقيل. Banking ده بيخلي الشيب يمشي على المسار بشكل أفقي، مش بيمشي مع ميل المسار. هنا هيعمل Flap مثلا، والباقي ده شوية تحسينات لو محتاجينها جربوا فيها، بتغير على حسب الشكل اللي احنا رسمناه. تعالوا بقى نشوف الـ Path Parameters. هنرسم مسار تاني وهنعمل أشكال كده. Compound Objects Loft، هنختار الشيب ده. هنا بقى هقوله بعد 20% عشان Percentage. عايزك تحطلي الشيب ده كمان، شفت حصل ايه؟ البداية كده، وهنا بعد 20% مسافة من المسار بقى الشيب التاني. طيب بعد 40% انتر، عايز الشيب ده. وبعد 60% انتر، عايز الشيب ده تاني مثلا. وبعد 100 انتر، حطلي الشيب ده. ودي مثلا بدل النسبة بتبقى مسافة كده. احنا فهمنا الفكرة.